السلام والاحترام أصدقائي الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد وفي ثغرة اليوم للحصول على لاعب إيبيك بميزة بوستر الجديد. إن شاء الله سوف نحصل على لاعب إيبيك أو لاعب هايت لايت إن شاء الله من هذه الثغرة. بيكام نسخته 102، ماكليلي نفس الشيء، روزيكين نسخته تصل إلى 100 أو 101 داخل التشكيلة، ونسخة رودري نسخة هايت لايت 100، وكايسيدو 99، يعني أقوى النسخ داخل هذا الباكج إن شاء الله. أول خطوة سوف نقوم بها إخواني الكرام الدخول عند أليسون مرة واحدة، لاحظوا معي إخواني الكرام، ثم جيسوس مرة واحدة، بعدها نفس الشيء سوف نقوم به عند الحارس مارتينيز، ثم يا أصدقاء سوف ننتقل بعد ذلك عند أجواو مرة واحدة دون الإطلاع على إحصائيته، نفس الشيء عند رودري، ثم كذلك عند كايسيدو، بعدها سوف ننتقل عند روزيدي مرتين دون الإطلاع على إحصائيته، ثم الخطوة التالية سوف ننتقل عند بيكام مرتين والإطلاع على إحصائيته هكذا، ثم المرة الثانية، ثم بعد يا إخوان سوف ننتقل عند ماكيلي لأربع مرات دون الإطلاع على إحصائيته، ثم الثالثة والمرة الرابعة، بعدها مباشرة سوف نقوم بالرجوع واللف ب 100 كوينز أو من اللفة المجانية. وكما ترون يا إخوان سوف تحصلون على لاعب إيبيك أو يعني لاعب هايلايت كما ترون، والثغرة سوف تزيد كبيرة، خمس نجوم بالتأكيد يا إخوان. وكما ترون يعني حصلنا على اللاعب يعني يعتبر هايلايت إخوان، كما ترون يا إخوان يعني أنصحكم بتجربة هذه الثغرة، ثغرة إن شاء الله أسطورية.